محبي الكرة السعودية مساء اليوم إلى جدة، حيث يواجه الأهلي حامل اللقب الهلال بطل الدوري في نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، موقعة تعد بالكثير من الندية والإثارة. تاريخ طويل بين أعرق الأندية السعودية للتتويج بأغلى الكؤوس، والمقصود هي كأس خادم الحرمين الشريفين التي تملك أهمية بالغة في قلوب الجماهير. الزعيم متسلحا بكامل نجومه من أجل إضافة الكأس إلى جانب لقب الدوري في خزائن القلعة الهلالية ليكون موسما استثنائيا للزعيم. الأرجنتيني رامون دياز يملك عناصر لها ثقلها في الميدان، أهمها الهجوم الفعال الذي يقوده نواف العابد وعمر خريبين لربما يحدث الفارق. أعتقد أنه نهائي جميل بين فريقين رائعين، لذا أتمنى تقديم عرض طيب. بالنسبة لنا أعتقد أننا حققنا الأهداف التي سطرناها مع بداية الموسم، وهي الفوز بالدوري والذهاب بعيدا في الكأس. في المقابل يدخل الأهلي حامل اللقب القمة، وهدفه هو الخروج بلقب يهدئ فيه روع أنصاره التي تنتظر لقبا في موسم قوي، وبالتأكيد سيكون له طعم خاص أمام الهلال. كريستيان غروس يعلم مدى قوة الزعيم، لكن مفاتيح فريقه لها فنونها الكروية الخاصة المتمثلة في تيسير الجاسم ومهند عسيري والمايسترو عمر السومة الذي تحوم الشكوك حول مشاركته. هي مباراة مهمة بالنسبة لنا، فهي تعني لنا أكثر من الهلال الحاصل على لقب الدوري. كل شيء في كرة القدم يعتمد على الإنجازات، فنحن نريد الفوز بالكأس مرة أخرى، ولذلك علينا أن نركز جيدا. هي كأس فضل الشراكة بين عملاقين في الكرة السعودية بعد أن تبادلاها في النسخة القديمة، وملعب الجوهرة سيكون ميدانها. أعلن